تجمع عشائري كبير في الضلوعية تضامنا مع توجهات محافظ صلاح الدين لإبعاد الضغوط السياسية عن التوجه الحقيقي لخدمة المواطنين. محافظ صلاح الدين يعلن قرب افتتاح مستشفى تكريت التعليمي ويتابع ميدانيا إجراءات رفع تجاوزات في تكريت. كهرباء صلاح الدين تربط بين أزمة الغاز وتراجع ساعات التجهيز، وأهالي بيجي مرتاحون لمراحل الإعمار المتقدمة في المدينة. والانتخابات والموازنة على طاولة مجلس النواب، والهجرة تمهل النازحين أياما لاستكمال عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.